دابا الدوره 13. انا هذا المهرجان قطعه من حياه حضرت البدايات الاولى ديالو، كان مولودا الان يافعا، وننتظر السنوات المقبله ليكبر هذا الحلم ويكبر هذا المهرجان. كنحيي محمود بن الحسن وكنحيي الاداره ديال المهرجان لصبرهم ولما يكبدونه طيل السنه باش ينجحوا هذا المهرجان. الدوره 13 ستكون ملأة بالمفاجآت، ملأة بالانتاجات الدراميه سواء من القناه الاولى او الثانيه او الامازيغيه او قناه العيون. كنتمنى فرجه ممتعه للجمهور مدينه مكناس، وكنهنئهم بهذا التنظيم الجميل وبهذا المهرجان الرائع. تحياتي.